احلى المساء، كيفكم؟ ان شاء الله بخير ومرحب بكم في فيديو جديد من سلسله طبخات ايباء. المهم سو زي ما انتم شايفين تحت في العنوان، اليوم حنسوي حلا. ما عارفه ايش اسمي لكم الحلا ده، بس عملته كثير ومره مره طعم. ممكن نسميه حلا الشوكولاته او حلا كيك الاوريو، تمام؟ فمره حلو، مره طعم، مره سريع، ما ياخذ منكم وقت ابدا. ممكن الوقت الوحيد اللي ياخذه جوه الثلاجه وبس. ما طول عليكم في المقدمة أكثر من كده. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقوهم موجودة في الشاشة وكمان موجودة في صندوق الوصف. ما طول عليكم في المقدمة أكثر من كده، يلا نشوف الفيديو. طبعا يا جماعة ايش هنحتاج في الحلة حقنا اليوم؟ طبعا هنحتاج الحاجة الصينية اللي هنسوي فيها. هنحتاج حليب، بس الحليب ما هسه لسه قدام اخر حاجة. هنحتاج قشطة، هنحتاج دريم ويب، وهنحتاج نوتيلا، و هنحتاج بسكويت الشاي بني او ابيض عادي ما فرقت. هنحتاج شوكولاتة للزينة، انا اخترت جلاكسي بس عادي براحتكم. وهنحتاج الكيك اللي يجي يعني او الشوكولاتة اللي تيجي كأنها كيكة. هو المفروض اني استخدم 7 رايز بس ما لقيته، لقيت الاوركر. اوركر ايش؟ شو الايرور ده؟ قصدي اوريو، كيكة اوريو، فحستخدمها. وكمان حنحتاج 6 قطع من جبنة كيري، وحنحتاج قلت لك النوتيلا صح؟ ايوه نوتيلا. حنحتاج كمان سكر، السكر اختياري، حابين تحطوه حطوه، ما حابين تحطوه ما تحطوه. انا عن نفسي احس لا، لانه ما شاء الله يعني الكيكة كلها كيكة ايش، الحلا كله كيك وشوكولاتة ونوتيلا وكاكاو وهروج، فاحس السكر ما ابغى. فايش حنسوي اول حاجة يا اخوتي في الله؟ حنفك الكيك، حيكون هو الطبقة الاولى. طبعا حنحتاج يا مضرب كهرباء يا خلاطة يا عجانة زي ما تحبوا عادي، بس اللهم حاجة انه نضرب فيها الخليط. فاول حاجه حنسويها حنرص الطبقه الاولى من الكيك، تمام؟ وبعدها حنروح نخلط الدريم ويب والقشطه وهذا الجبنه كيري والحاجات دي مع بعض، تمام؟ وبعدها نحط الطبقه الثانيه اللي هي الخليط اللي حنسويه. فدحين خلونا نفك الكيك ونحطه. طبعا يا جماعة رجعت لكم بعد ما كسرت الكيك ولبست جلوفز كده اللي ضغطت عليه عشان يكون ماسك بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. فكده احنا بنكون خلصنا الطبقة الاولى، تمام؟ الطبقة الثانية واللي هي زي ما قلت لكم حنستخدم فيها دريم ويب، القشطة، شو اسمه ده، الكريم، كريمة ايش يا عمي؟ الكيري، تمام؟ هنخلطهم وحنكبهم فوق الطبقة دي، تمام؟ ونسوي الكلام ده وارجع لكم عشان اوريكم ايش حنسوي في الطبقة الثالثة. سو يا جماعة اول حاجة حنبدأ بعد ما ظبطت الماعون او الكورة او ما اعرف انتوا بتسموه شنو، المهم انه المكان اللي حاضرة فيه والصحن اللي حاضرة فيه، حنضيف 6 قطع من جبن كيري. 1 2 3 4 5 6. هنضيف علبة قشطة كاملة. الآن هنضيف ظرفين يعني ما واحد ولا ثلاثة، هنضيف ظرفين من دريمي. 1 ودحين آخر خطوة هنبدأ نضيف حليب. ما في معيار محدد، بس أنا حاضيف شوية وأخلط لحد ما تبقى معي كده اللي هو الخليط كتير، تمام؟ وفي نفس الوقت يعني يكون يعني سميك، عرفتوا؟ اللي ما يكون لين، يكون كده قوامه قوي شوية. ويا حاليا حنبدأ نخلط. سو
فطبعا الان يا جماعه زي ما انتم شايفين خلطنا الخليط وحنسوي الطبقه الثانيه واللي هي حنفضي كل الخليط كامل مكمل فوق الطبقه الثانيه. وبعد ما فضينا الخليط فوق الجزئية الأولى حنبدأ نوزعه بالطريقة دي. يا جماعة حاليا بعد ما حطينا الطبقة الثانية حنسوي الآن الطبقة الأخيرة في الطبقة الثالثة وبعدها الطبقة الرابعة اللي هي آخر طبقة. آخر طبقة حيكون الخليط حقها علبة قشطة كاملة، ملعقة نوتيلا جدا كبيرة. اوكي كده سيلت بجنب النوتيلا وهنا علقت النوتيلا ما هي راضية تنزل. قهرتني 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 قهرتني. اوكي يا جماعة رجعت لكم، طبعا خلطنا الخليط زي ما انتم شايفين حق الطبقة الاخيرة. حاليا الطبقة الثالثة حنحتاج فيها بسكوت الشاي زي ما قلت لكم اول ابيض او بني عادي زي ما تحبوا، وحنحتاج يا حليب يا نسكافيه. بس زي ما انتم شايفين انا اخذت حليب لان صراحة حسيت ما ابي يكون فيها طعم نسكافيه لان يعني كلها كده كيك وشوكولاتات وما ادري ايش، فحسيت لا ما ابى انه يكون فيها نسكافيه. بس انتوا حرين طبعا، لكم حريه الاختيار. ونفس الشيء السكر، حابين تضيفوا سكر اوكي، ما حابين عادي براحتكم. فحنغمس البسكويت جوا الحليب ونبدا نسوي في الطبقه ما قبل الاخيره. كده يا جماعه احنا بنكون خلصنا الحلق، تبقى لنا خطوه اخيره واللي هي التزيين. بالنسبة للتزيين مو لازم جلكسي، ترى تحبوا تزينوا بمكسرات بسكويت بجلكسي بكريمة اللي تبغوه. انا لان احب الجلكسي مرة فقررت اني حازينه بجلكسي. الله يا جماعة كونوا اصور حلا وانا صايمة ده تعذيب، وكل حلا عبارة عن شوكولاتات شوكولاتات شوكولاتات. المهم اخ يا انا قلبي الصغير لا يتحمل. هنبدأ نبشر الشوكولاتة. شوكولاتة ساي بس يا جماعة ده الفاينل لوك. زي ما انتم شايفين الطبقة الاولى كانت كيك الاوريو، الطبقة الثانية كانت الخليط حق الجبنة القشطة دريم ويب والحاجات دي، الطبقة الثالثة كانت بسكويت الشاي اخترت الكاكاو تمام، والطبقة الاخيرة كانت الشوكولاتة او النوتيلا مع القشطة. وكزينة حبيت اني اسوي جلاكسي مبشورة، حسيت لو اني سويت شوكولاتة بيضاء مع الجلاكسي بفوق يعني حيدي منظر حلو. بس يلا خلاص حسيت الحلقة ده حرفيا قطعة واحدة تشبعكم يومين مش يوم. وبس يا جماعة حتخلوه في الثلاجة مدة 4-5 ساعات تمام عشان يتماسك، ممكن كمان 3 ساعات، بس انه لو دايرينه يتماسك بطريقة مرة كويسة خدوه لمدة من 4-5 ساعات وبعد كده عليكم بالعافية. وبس يا جماعة احط الحلقة. المهم وبس يا جماعة بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب فعل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تلاقوها موجودة في الشاشة وكمان موجودة في صندوق الوصف. وما أطول عليكم أكثر من كده، أشوفكم في فيديو بكرة اللي هو من سلسلة منوعات باء. وبس ما أطول عليكم، أشوفكم بكرة، باي.